في الحقيقة برنامج وفعاليات وزارة الثقافة في مهرجان العالمين كمان بيتم تقديمه بشراكة مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للعام الثاني على التوالي. ده بيضم العام ده أكثر من 50 فعالية متنوعة بتقدم في المدينة التراثية والمنطقة الترفيهية طوال فترة الفعاليات، وبيشهد هذا العام زيادة في عدد العروض الفنية والفعاليات الثقافية بعد نجاح طبعا اللي حققه المهرجان السنة اللي فاتت. خلونا نتكلم عن الموضوع ده بالتفصيل. معنا عبر الهاتف دلوقتي الأستاذة رانيا فائق، المنسق العام لمشاركة وزارة الثقافة في مهرجان العالمين. يا مساء الفل عليك يا رانيا. مساء الخير. رانيا، احنا يعني شايفين فعاليات جميلة جدا بتقام في وسط الأسبوع لجميع مشاركي أو جميع رواد المهرجان. احكي لي عن الفعاليات اللي هتقدموها الفترة اللي جاية في النسخة الثانية من المهرجان. تمام. احنا الحقيقة بدأنا الأسبوع ده من امبارح، كان بداية الفعاليات الفنية بتاعتنا. احنا يوم الأحد اثنين الثلاث الأربع من كل أسبوع لمدة 6 أسابيع إن شاء الله، عندنا فقرات ثابتة في الممشى السياحي في منطقة ترفيهية، عروض السيرك القومي، معنا 8 فقرات من عروض السيرك القومي، يليها فقرتين يوميا من فرق الفنون الشعبية والاستعراضية، كل يوم فرقتين مختلفتين عن اليوم اللي قبله. يعني النهاردة معانا فرقة التنورة التراثية ومعانا فرقة ملاوي، امبارح كان فرقة الحرية، فكل يوم في فرق مختلفة عن اليوم اللي قبليه. وحقيقة يعني في إقبال رهيب من كل الأعمار، والجماهير اللي موجودة هنا مبسوطة ومستمتعة، فده أول شق من العروض. أنا عاجبني يا رانيا قوي إن أنتوا ركزتوا على نص الأسبوع، لأن الناس كلها فاكرة إن الناس بتروح بس في نهاية الأسبوع، لكن إحنا بمتابعتنا اليومية قادرين نشوف إنه الناس بالفعل موجودين في نص الأسبوع كمان. حقيقي، وبرضه شغالين في الويك إند، ده شق تاني في المدينة التراثية في المسرح الروماني. في 5 حفلات موسيقية قوية جدا. نبدأ إن شاء الله يوم الخميس القادم يوم 18 يوليو حفل لأساتذة بيت العود العربي التابع لوزارة الثقافة، بالتزامن مع احتفالنا باليوبيل الفضي لإنشاء بيت العود العربي بالقاهرة، فحبينا نحتفل بالبيت والناس تشوف الأساتذة خريجي بيت العود العربي ويتفرجوا على العزف بتاعهم. احكي لنا عن المشاركين في هذا الحفل، يعني احنا سامعين أسامي كبيرة. والله هو مؤسس البيت ده طبعا الاستاذ نصير شما، الفنان الموسيقار العراقي. هو مؤسس بيت العود وصاحب فكره بيت العود والمشرف الفني على مدار 25 عام. هو بيشرف على بيت العود وبيدرب اساتذه وبيخرج كمان اساتذه بيت العود كبار، كتير منهم شق مجاله في دول كبيره كتيره جدا من دول العالم. فهو بيحب يقدم الاساتذه، بيقدموا العروض الموسيقيه بتاعتهم، بيقدمهم للجماهير. فاحنا معانا مجموعه من الاساتذه ان شاء الله باشراف الاستاذ نصير شمس. يعني الفعاليات اللي انتوا عاملينها زي ما اتكلمنا اكتر من 50 فعاليه تقريبا، كتير جدا جدا. اهم النقاط بقى الفعاليات الثانيه ايه يا استاذه رانيا؟ احكي لنا عنها. هقول لك في كمان بقيه ال5 فقرات فنيه اللي كنت قلت لك عليهم. في حفل للموسيقار هاني شنوده، باند المصريين. دي هتكون امتى؟ دي هتكون ان شاء الله يوم 27 يوليو السبت اللي بعد الجاي ان شاء الله. طبعا باند المصريين كلنا بنحبه من زمان ومن واحنا صغيرين. طبعا اختفى شويه، لكن لحسن حظنا ان هو بيشهد عوده. اغانيه لسه عايشه معانا لغايه النهارده، ورجعت موضه تاني على فكره الفتره اللي فاتت. رجعت تاني بالظبط، وهو استاذ هاني شنوده تبنى مواهب شابه وجديده ودعم الفرقه، وتقريبا دي الحفله ممكن تبقى رقم 5 بعد عوده الباند. فاحنا حبينا برضو نحتفي مع الموسيقار هاني شنوده وجماهير الموجوده تستمتع بالحفله ان شاء الله. ان شاء الله. برضو جايبين عرض الليله كبيره. العرض الليله كبيره طبعا عرض مسرحي تراثي كلنا بنحبه وبنتفرج عليه، فده برضو هيبقى ثالث عرض. وعرض خيال الظل والاراغوز برضو ده بيستهدف الاطفال والشباب والكبار. وفي برضو فقره موسيقيه دي باند، دي فرقه الات نحاسيه وايقاعات، حاجه كده يعني لايت خفيفه شويه تنفع مع الاجواء اللي احنا فيها.
ده غير بقى ان في برضو السنه دي الشركه المتحده حبت ان احنا يبقى فيه تعاون على ملف التراث، فكان في اتفاق ان احنا نشتغل في نعمل جناح حرف تراثيه ننظم في مشاركه وزاره الثقافه بمنتجات الحرف التراثيه في المدينه التراثيه في ارض المعارض. فده ان شاء الله المعرض ده احنا حاليا بنجهز فيه وهيبدا معانا باذن الله في اغسطس. طيب اللي عايز يحضر حفله هاني شنوده يعمل ايه؟ المتحدة بتطرح الحجوزات وان شاء الله يبقى في سهولة في الحضور بإذن الله. يعني يحجزوا عادي خالص على تذكرتي. بالضبط، الموضوع بسيط جدا وسهل واي حد موجود ان شاء الله هيقدر يحضر معنا. الشق بقى الجديد برضو اللي بيشهد السنة دي المهرجان العالمين، مهرجان نفسه للطفل، ده برضو طبعا حاجة مهمة جدا. مهرجان نفسه للطفل دورته الأولى برضو حبوا، يعني قعدنا مع بعض اجتماعات كتيره وقلنا ممكن نشارك مع بعض بايه. فاحنا يعني اول شقه هنشارك بيه، احنا عندنا حاجه اسمها مكتبات المتنقله، دي خدمه ثقافيه بتخرج للشوارع والميادين. فاحنا داخل جناح مهرجان نفسه هيبقى فيه عربيه متنقله جواها قصص وروايات اصطلاع كمبيوتر ورش كرافت ارت للطفل طول ما هو حوالينا هيلعب ويتسلى ويتبسط وحاجات هادفه. مفيش احلى من كده، يعني مهم جدا وده اللي بنتكلم عنه دايما طول الوقت، انه الاسره كلها هتقدر ان هي تستمتع في المهرجان وبالذات كمان الاطفال، وده الدور المهم قوي اللي بتلعبه دايما وزاره الثقافه. بشكرك المهندسه رانيا فايق المنسق العام لمشاركه وزاره الثقافه في مهرجان العالمين، بشكرك يا فندم.